اهلا وسهلا بكم، ارحب بكم في السلسله الدراسيه رحله الميلاد. راح اخذكم معي في اماكن عديده بمواقع كتابيه، راح نشوف دراسه تاريخيه عن ميلاد ربنا يسوع المسيح، ونكتشف من كلمه الله غرض الله وفكر الله وخطة الله من خلال الميلاد. فتعوا معي حتى ندرس مع بعض رحلة الميلاد. رحلة المجوس من المشرق للقاء الملك المولود. كيف تمت النبوات في مجيء المسيح في ملء الزمان؟ في هذا القسم راح أتكلم عن النبوات التي قيلت عن يسوع المسيح. أعزائي من منطقة قمران عند البحر الميت، أريد أن أتحدث في هذه الفقرة عن سلسلة نسب المسيح، سلسلة نسب المسيح حتى يعطي الشرعية والمصداقية لمجيء يسوع المسيح. في رحلة الميلاد توجد قصة جميلة جدا، هي قصة المجوس، موجودة في إنجيل متى الإصحاح الثاني. بيتكلم عن مجوس جاءوا من منطقة بعيدة من المشرق ليزوروا الملك المولود. فالسؤال، من هم المجوس؟ من هو هيرودس؟ من هو أغسطس قيصر؟